حافظ نينا ونجم الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة على أهمية الاتفاق الأخير حول إدارة سنجار المشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وإنها لابد منها لترسيخ الاستقرار في القضاء بعد المشاكل التي حدثت فيها وغياب سلطة القانون. كنت تسمعون أنه سنجار ماكو سيطرة عليها والحكومة المركزية، كلكم سمعتوا هذا الحكي. مو قلت لك شو تسوي؟ يقلب من الاتجاه الآخر عليه. أولا هذا اتفاق سيادي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لغرض استقرار الأوضاع بشكل كامل في سنجار والنواحي التابعة لها، وتهيئة الأرضية لعودة النازحين اللي هم بالآلاف، وأيضا ترتيب الوضع الأمني في هذا القضاء. احنا هذا شفتوه، دولة رئيس الوزراء قال هذا اتفاق تاريخي، ونعم هو تاريخي لأن سنجار كانت مسويت لنا هدك وجعراس، كنا يعني ماكو إدارة عندنا، الإدارة مقسومة في مكان والقضاء في مكان آخر. الوضع الأمني مو من حيث الجرائم أو غيرها، لا، بس أنت تريد لابد أن يكون تنظيم للقوات الأمنية الموجودة، شرطة بالداخل، بقية القطاعات تطلع خارج. لابد أنه تعيد إعمار، وهي بيها تشكيل هيئة عليا، وإحنا اقترحناها من أجل إعادة الإعمار طبعا بالتنسيق مع المحافظة.